مدام نوال. ايوه حضرتك. احكي لي. احكي لك عني. يعني انا عندنا محل بقاله، محل بقاله واقفه فيه انا وجوزي، بنسلم مع بعض يعني، وعاملين ورديات كده. فالحمد لله يعني ربنا ما رزقنيش الا انا ابقى ام. إيه كفالة طفله كانت عمرها 3 سنين، فاطمه اللي كلمت حضرتك تحت دي. يعني كفلتها كبرت. طب ما احنا هنتصور سوا. قلت لها حاضر. هي فاطمه دي هي اللي قدمت لي وهي اللي جابتني هنا، ربنا يبارك لها يا رب. ما شاء الله عليها، خدت دبلوم تجاره اللي هو اللي يعني 5 سنين ده. ويا بطه كملي يا بطه كملي، لقيت تقدم لها عريس كويس ومناسب وكده. فالحمد لله اتجوزت. ما شاء الله. اتجوزت جوازه كويسه وعيله كويسه وناس ما شاء الله عليهم، ربنا يحميهم يعني. فخلاص يعني هي قصه فاطمه بقى ايه، بدات اللي هي اتجوزت بقى وسابتني. طب اعمل ايه تاني؟ طب اعمل ايه تاني؟ طب اقعد لوحدي كده، قاعده لوحدي من البيت للدكان، اجي من الدكان قاعده لوحدي ما لاقيش حد اتكلم معاه. تعبت نفسيا والله، جالي سكر بعد عن حضرتك من القعده لوحدي والهريه مع نفسي. فقررت ان انا امشي في نفس الطريق تاني، اللي انا اعمل نفس اللي انا عملته اعمله تاني. نكفو لحد كمان. نكفو لحد كمان. اتكلت على ربنا وكان ربنا له الفضل الكبير معايا. كفلت الطفل كان عمره بتاع سنة و3 شهور كده جبته. وقعدوا يقولوا لي يعني انت سنك كبيره تجيبي طفل صغير لسه هتلبسي بومبز. قلت لهم هي حلاوتها في كده، تحسي الثواب ازاي، تحسي اللي انت تبقى مع الرسول ازاي، لازم تبقى كده. رحت ايه، الحمد لله ربنا وفقني برضو بالجماعه بتوع الشؤون، وقفوا معايا ما سابونيش. استاذ احمد، استاذ علاء، استاذ حنان، دول كلهم بصراحه يعني وقفوا جنبي اللي انا ربنا يكرمني واجيبه، وجبته الحمد لله وكده. وبقى معايا ما شاء الله ماشي في 4 سنين اهو. ما شاء الله والله مديه حضانه جميله. وبفكر برضو عايز يروح مدرسه خاصه عندنا، كل ما يشوفني يقول لي انا هروح المدرسه دي يا ماما، انا هروح المدرسه دي. المدرسه دي داخله دماغه قوي، هي دي قوي. باين لها شكلها حلو ولا ايه؟ المدرسه دي فشبطان فيها. انا عايز والله دي العظيم. فبقول له يا يوسف تروح، يقول لي اسمه يوسف. لا لا ده كده بقى خلاص، هو اسمه يوسف خلاص بقى. ماشي. لا انا هروح المدرسه دي يا ماما، ما اطلق على كده يعني هروح. قلت له ربنا يعيني ويديني وانا هدخلك ان شاء الله لو انا عايشه هدخلها لك. يقول لي اللهم امين يا رب العالمين. يا ولد الطفل الصغير ده مولانا الشيخ يوسف ده. والله العظيم ما شاء الله عليه. خلصنا من موضوع يوسف بقى. جت اختي يا حبيبتي توفاها الله برضو، الله يرحمها يا رب، بمرض يعني السرطان وكده. وكانت معاها طفله، كانت برضو هي جايباها عمري يعني شهر حاجه صغيره كده صغيره يعني. فتوفى ربنا فانا رحت واخداها خدتها. يا بنتي سيبي البيت. قلت لهم ابدا ما سيبهاش ابدا، ما ينفعش، مش هتبقي قدها. قلت لهم لا انا قدها ولو ربنا هو اللي هيقف معايا. صح. خدت نور رخرخ ومعايا يعني بقالها 2 سنين معايا اهي. بص يعني الاتنين بص مالين عليا دنيتي كلها. لسه اقول لك بقى خلاص كده مفيش وحده. والله والله العظيم يعني الحمد لله. ولا بص ولا خفت من حد ولا عملت حساب لاي حد في الدنيا الا ربنا. دخلت وجبتهم يعني بقوا معايا ولادي واخواتي وحبايبي، ال3 عيال دول يعني عندي بالدنيا دي كلها، هم ولادي واخواتي واصحابي، هم اللي طلعت بهم الدنيا كلها، هم الـ3 دول والله.
طب وفاطمه بتساعدك بتاخد بالها من اخواتها ولا لا؟ تيجي تاخد بالها؟ بتذاكر لهم، بتذاكر ليوسف، بتذاكر لنور. والله هي بتذاكر لهم الاثنين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما بتسيبهمش والله. ربنا يبارك لها ببنتها يا رب ويخليها لها، ما بتسيبهمش يا رب يا رب. تيجي تذاكر له، تيجي تراجع لنور، تشوف نور خدت ايه، تقول لها تعالي يا نور خدت ايه. والله هي معايا كانها امهم برضه. طب حلو، ما هي تربيت ايدك يعني.